مع حلول فصل الشتاء وتساقط الثلوج، يضع الكثيرون نظارة سوداء ويلبسون أردية الحداد لكتابة قصائد جنائزية نكاية في التلج والبرد والصقيع. تسويق خطاب البؤس والنحيب لا يساهم إلا في إقصاء مقطع من تضاريس المغرب التي حبها الله بهذا التنوع والفرادة والفسيفساء الطبيعية إلى حد التكامل الذي جعل المغرب لوحة تشكيلية طبيعية تندرج فيها التضاريس من البحر إلى السهل إلى الهضاب إلى الجبال إلى الصحاري. تمتزج مياه البحر الأبيض المتوسط الهادئة مع أمواج المحيط الأطلسي الصاخبة. هذا التنوع الطبيعي والعمق التاريخي والثراء الحضاري والتعدد اللغوي والعرقي هو ما يمنح المغرب الاستثناء في محيط القصاوة وبلدان الفصلين أو الفصل الواحد، ما يجعل المغرب وطنا فريدا هو هذا السخاء الطبيعي وتعدد فصوله الأربعة بخريفها وشتائها وربيعها وصيفها، ولكل فصل سحره وسخاؤه في عدالة مجالية تمنح لكل قطعة من تضاريس المغرب نصيبها من السحر والجمال والإثارة والجاذبية. لكن الكثير من تجار المآسي ودعاة المظالم لا يستثمرون هذا الرأسمال الطبيعي ويضعون غشاوة على عيونهم ليسودوا بياض التلج في فصل الشتاء ويعزفون ألحانا جنائزية، وهم لا يرون في التلج إلا عنف الطبيعة ومدافن الفقراء وصقيعا قاتلة. صحيح هناك جانب مظلم في حياة سكان القرى والمداشر الجبلية وقصوة طبيعية لا يسأل عنها الجبل بقدر ما يسأل عنها المسؤول عن إدارة حياة سكان الجبل، لكن ضعف الاستثمار السياحي للوحات الطبيعية الجبلية في موسم الثلوج هو ما يعكس ضعف الموارد البشرية وحصار القرى الجبلية وتطويقها بحزام جليدي كان من الممكن أن يكون طوق نجاة بدل حبل مشنقة. تكفي ضغطة الزر في موقع يوتيوب على المواقع السياحية الأكثر جذبا في حوض البحر الأبيض المتوسط والوطن العربي لتتصدر مدينة إفران نتائج البحث. تسويق إفران كمدينة منجمية في باطنها مصنع لتعدين السحر والجواهر هو ما جعلها مدينة من بلور وزجاج شفاف بالقيمة نفسها التي نتحدث فيها عن إفران، نتحدث بها أيضا عن إموزار وخنفرة والريش وتنغير وتارودانت وبني ملال وأظلال وشفشاون وتازة وميدلت وورزادات، لكن سحر إفران سحر آسر لم نحسن استثماره لنلفت كل دعاة التذمر وخطاب البؤس إلى كنز تمنحه لنا الطبيعة نرفسه بأقدامنا، لنلفت سكان الجبل إلى أنهم يمشون فوق غنيمة طبيعية ويعيشون فوق منجم أثمن من الذهب، لنلفت المسؤولين إلى أن فك العزل عن المناطق الجبلية يبدأ أولا من الاستثمار في الإنسان والطبيعة ونشر الطاقة الإيجابية وتحويل موسم الثلوج إلى كرنفال فني وثقافي ورياضي وسياحي. أما الخطاب الجنائزي والعدمي فهو أسهل الطرق الذي يقود إلى الخراب.